أهلا وسهلا بمتتبعي قناة أش نختار على اليوتيوب. في هذا الفيديو الجديد الخاص بولوج ثانوية التميز بن قرير برسم الموسم الدراسي 2021-2022، طال انتظار أعزائنا التلاميذ الراغبين في ولوج هذه المؤسسة بخصوص الترشيح لهذه السنة. فالجديد كما تلاحظون في الصفحة الخاصة بالترشيح بموقع الثانوية، هناك إعلان بالترشيح للسنة القادمة. سوف تفتتح المدرسة الترشيحات ما بين 25 يونيو، يعني يوم غد إن شاء الله يوم الجمعة، إلى غاية 4 يوليوز. إذن سوف أقرأ عليكم هذا الإعلان. فتح باب الترشيح لولوج ثانوية التمييز بن قرير. تنهي ثانوية التمييز التأهيلية إلى علم جميع تلميذات تلاميذ السنة الثالثة ثانوي إعدادي عمومي الراغبين والراغبات في متابعة دراساتهم بالجيل المشترك العلمي والتكنولوجي برسم الموسم القادم 2021-2022 إلى ما يلي. بالنسبة للترشيح، الترشيحات سوف تكون بثانوية التمييز مفتوحة ما بين 25 يونيو إلى 4 يوليوز، ومعايير الانتقاء كما تعلمونها جيدا تعتمد على معيارين فقط، وهو التفوق الدراسي. والتفوق الدراسي هنا نقصد به أن التلميذ يجب أن يحصل على معدل يفوق 17 في الدورة الأولى أو في الامتحان المحلي. ثم المعيار الثاني الأساسي كذلك هو المستوى السوسيو-اقتصادي للأسرة، والمؤسسة تعطي تمييز إيجابي للمترشحين المنحدرين من أسر ذات دخل محدود. هذا يعني أن الأفضلية تعطى للتلاميذ ذات الدخل المحدود، يعني أسر ذات الدخل المحدود، إضافة إلى أنهم متفوقين. هذا لا يعني أن الفئة الثانية، يعني المتفوقون ومن أسر ذات دخل جيد أو متوسط، ليس لديهم حظوظ. هناك حظوظ كذلك لهذه الفئة، لكن بنسبة ربما قد تعد بالثلث. ثم المسألة الأخرى اللي يجب الانتباه إليها، فهذه الجملة سطرت إدارة الموقع على هذه الجملة: تلاميذ السنة الثالثة ثانوي إعدادي عمومي. إذا بالنسبة للتلاميذ أظن اللي ترشحوا السنة الماضية وهم الآن هذه السنة بالجيل المشترك، ربما سوف يمرون إلى الأولى بكالوريا، فأظن أنهم لن يتمكنوا من ولوج هذه الثانوية، لأن الثانوية هنا في الإعلان لم تشير إلى هذه الفئة. هذا بالنسبة لي هو استنتاج خاص، ولا يعني لا يمكن أن أجزم به، ولكن بناء على ما تم إدراجه في هذه الصفحة فأشاروا بالضبط وسطروا على الجملة تلاميذ السنة الثالثة ثانوي إعدادي عمومي. إذن ربما تلاميذ السنة الماضية كانوا يتساءلون كثيرا عن مدى حظوظهم لولوج الثانوية، ربما ولوج أولى بكالوريا في الثانوية. أظن أن حظوظهم يعني لم تعد ممكنة، وبالتالي سوف تلج هذه الفئة فقط المؤسسة. إذن هذا فقط إعلان بالنسبة للتلاميذ اللي كينتظروا الخبر، فها هو الخبر لديكم الآن. وبالنسبة للترشيح، لا تتسرعوا في الترشيح في دخول الموقع، غدا سوف يكون هناك غالبا ضغط بالنسبة للموقع، وأنصحكم كذلك عدم التسرع وانتظار الفيديو الذي سوف أقوم به بشرح طريقة الترشيح خطوة خطوة بدون أي مشاكل، حتى تمر بالنسبة لكم عملية الترشيح بشكل جيد. أتمنى التوفيق للجميع، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والالتحاق بمشتركي القناة. شكرا لكم جزيلا وبالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.